طبعا انا سعيد اني اكون اليوم تواجد معكم. عن أهمية النوادي رواد الأعمال أو أندية ريادة الأعمال في الكليات كبيرة، لأنها الأساس ومصدر اكتشاف الطلاب والشباب لقدراتهم الريادية. في كثير من الشباب أصلاً ما يكونوا يعرفوا أنهم عندهم قدرات ريادية كامنة، فالنوادي دورها كشف ومساعدة الشباب لكشف عن قدراتهم هذه. طبعا معايير مختلفة تبدأ اللي هي القدرة على التقديم، الثقة بالنفس، نوعية الفكرة، مدى قابليتها للتطبيق، الابتكار في الفكرة نفسها، الفائدة والمردود على المجتمع نفسه. كثير من المعايير والنقاط اللي تركز عليها الفكرة أو المسابقة بكرة إن شاء الله. هدي البنت سيف سليمان الحميدي، رئيسة نادي ريادة الأعمال والابتكار بالكلية التقنية العليا. الهدف من الملتقى هو جمع أندية ريادة الأعمال وجماعات أندية ريادة الأعمال في منصة واحدة، بحيث أنهم يتبادلوا الخبرات وأيضا نشر ثقافة وعي ريادة الأعمال. السلام عليكم، معكم أميمة الحوسني، مشرفة نادي ريادة الأعمال والابتكار بالكلية التقنية العليا. أستاذة، تخبرين عن أهمية وجود أندية خاصة لريادة الأعمال والابتكار. تعرفوا أن موضوع ريادة الأعمال والابتكار، ريادة الأعمال بصفة خاصة يلعب دور واجد فعال في أهمية صنع خلق وظائف. عشان كذا ارتأت الكلية التقنية العليا أنه أهمية وجود نادي طلابي لريادة الأعمال والابتكار عشان يسهل وينشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار بين الطلبة. نحن عندنا إيمان أنه أسهل وسيلة للوصول للطالب هو الطالب نفسه، عشان كذا نحن أنشأنا نادي الطلابي. أبرز الأعمال والفعاليات المناشط اللي قدمتوها في هذا العام الأكاديمي؟ عندنا نحن مختلف الفعاليات اللي قمناها. أول شيء سوق الثلاثة، هو سوق يستهدف الطلبة اللي عندهم مشاريع منزلية. هبطة التقنية، عملنا كثير من الوركشوب في مجال ريادة الأعمال وفي مجال التسويق وكيف تعمل دراسة جدوى. أشرفنا على جميع المسابقات اللي لها علاقة بريادة الأعمال، والحمد لله أغلب المسابقات اللي شاركنا فيها حصلنا فيها المركز الأول، مثل مسابقات الخطابة البيئية على المستوى الإقليمي الوطن العربي، كذلك فزنا بالمركز الأول في مسابقة سفراء نماء، ومؤخرا حصلنا على المركز الأول كذلك في أفضل شركة طلابية في برنامج الشركة إنجاز عمان، وأفضل منتج مبتكر كذلك في برنامج الشركة إنجاز عمان. إن شاء الله عدد من المشاركات والمناشط والجوائز. لو قلنا تقدمي رسالة أو كلمة للطلبة المقبلين على ريادة الأعمال. والله أنا أقول لهم أن ريادة الأعمال هو السلاح الوحيد لهم، ونحن عشان كذا خضينا شعار اصنع وظيفتك. من هنا نحن قلنا أنه من الطلبة يقدرون أنهم يصنعون وظيفتهم نفسهم ولا يعتمدوا على المؤسسات الأخرى في خلق الوظائف، فريادة الأعمال هي السلاح الوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الأزهر بن حسن بن سعيد الشقصي، رئيس جماعة الابتكار وريادة الأعمال بجامعة السلطان قابوس. أهمية جماعة الابتكار وريادة الأعمال هي إكساب المعرفة والمهارات للطلبة والأعضاء المشاركين في الجماعة للدخول في مجال الابتكار وريادة الأعمال، وتحفيزهم بالجوائز والمشاركات المحلية والدولية. من أبرز الأعمال والمناشط اللي قامت فيها الجماعة خلال هذا العام المنصرم هي مجموعة من الفعاليات اللي تخدم الأعضاء المشاركين، ومجموعة من الفعاليات على مستوى الجامعة وعلى مستوى السلطنة. من ضمن هذه الفعاليات فعالية من أنت والساعة 25، وأيضا إنوفنت توك رواد الأعمال في دائرة الضوء. طبعا هذه الفعاليات على سبيل المثال فعالية رواد الأعمال تحت دائرة الضوء أو في دائرة الضوء هي جلسة حوارية نقاشية مع مفتوحة لدى الجمهور، تكسب من خلالها الإلهام
لرواد الأعمال للدخول في مجال ريادة الأعمال ونقل الخبرات ما بين رائد الأعمال والمبتدئين في هذا المجال. طبعا آخر فعالية احنا أقمناها اللي هي فعالية شراك، استهدفنا فيها فئة ذوي الإعاقة في جامعة السلطان قابوس وخارج جامعة السلطان قابوس على مستوى مؤسسات التعليم العالي في محافظة مسقط. وأيضا آخر من ضمن الفعاليات البارزة اللي هي سوق الاثنين، إتاحة الفرصة لرواد الأعمال بجامعة سلطان قابوس للترويج عن خدماتهم ومنتجاتهم داخل الجامعة. ختاما انه جماعة الابتكار ريادة الأعمال والأندية في مؤسسات التعليم العالي لها الدور الأبرز لإنشاء أو إكساب هذه المهارات للطلبة ودخولهم في مجال ريادة الأعمال لتطوير ودفع عجلة الاقتصاد في الدولة. Thank you.